متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الثاني من شهر آذار. كما عودناكم دائما نصدر كل يوم سبت توقعاتنا الجوية على مدار الأسبوع بمشيئة الله تعالى. طبعا دائما ندعوكم إلى القيام بتشيك الأحوال الجوية أولا بأول بحسب آخر المتغيرات الجوية تحدث من وقت إلى آخر. هذا الأسبوع طبعا هناك الأحوال الجوية كملخص نبدأها، هناك ارتفاع متوقع على درجات الحرارة يومين الأحد والاثنين بعد هطول الأمطار الخير يوم أمس الجمعة التي عمت مناطق واسعة من المملكة. من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ اعتبارا من نهار يوم غدا ارتفاع على درجات الحرارة. الأمر الآخر هناك انخفاض لكنه قليل على الأجواء نهار يوم الثلاثاء، ومن يوم الأحد وحتى الأربعاء الأجواء عموما مستقرة في أغلب ومعظم مناطق المملكة. إلا أننا في طقس العرب نراقب احتمالية تأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق آخر هذا الأسبوع، سنتحدث عنه أكثر بعد قليل وفي تفاصيل أوفى لنهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. نبدأ معكم بالأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غد الأحد. يتوقع أن تسود أجواء مشمسة في أغلب مناطق المملكة مع ارتفاع على درجات الحرارة. تكون الأجواء دافئة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتصل بها العظمى في خليج العقبة إلى 26 درجة مئوية. تكون في العاصمة حوالي 20 درجة مئوية، في إربد 22، وفي المناطق الشرقية 21 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. كذلك الأمر في مدينة معان وجبال الشرق ترتفع إلى 17 درجة مئوية. يوم الاثنين المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، تصبح الأجواء أقرب للربيعية كما كان عليه الأجواء الأسبوع الماضي في بعض الأيام. درجة الحرارة تقريبا 23 درجة مئوية في العاصمة عمان، لكن تزداد سرعة الرياح في المناطق الشرقية من المملكة، تصل في منطقة أرويشت إلى 23 ولكن مع بعض الرياح النشطة. في شمال المملكة في إربد 24، وفي الشراع 20 درجة مئوية، 22 في مدينة معان، ولكن تصل في العقبة إلى 28 درجة مئوية وتقترب من درجات الحرارة المرتفعة. كذلك الأمر هو في البحر الميت وبعض مناطق الأغوار، تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية نهار يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء تتراجع درجات الحرارة قليلا، لكن طبعا لا تعود إلى درجات الحرارة الباردة، إنما تبقى ضمن إطار درجات الحرارة المرتفعة. تكون 19 درجة مئوية في العاصمة عمان، 26 في العقبة، 21 في إربد، 15 في الشرع، 24 و26 في المناطق الجنوبية والشرقية. إذا درجات الحرارة في جنوب وشرق المملكة تبقى مرتفعة، الانخفاض سيكون أكثر شيء على المناطق الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتظهر بعض السحب أيضا المتوسطة والعالية غير المؤثرة بمشيئة الله تعالى. بالانتقال إلى الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء، تعود درجات الحرارة الارتفاع من جديد، تصبح في العاصمة عمان 21 درجة مئوية، 22 في الشمال، تبقى 26 في أرويشد و24 في معان، في حين أيضا كذلك الأمر في الشراف، في حين أيضا تبقى كذلك الأمر في مدينة العقبة حوالي 26 درجة مئوية مع ظهور كميات من السحب والغيوم المتوسطة والعالية. وكذلك الأمر قد تنشط قليلا سرعة الرياح مع ساعات المساء بمشيئة الله تعالى. نراقب في مركز طقس العرب الحقيقة، هناك منخفض جوي عميق من المتوقع أن يؤثر على عموم مناطق الشرق الأوسط وبلاد الشام تحديدا في نهاية الأسبوع المقبل. السبب يعود إلى أن تدفق لهواء بارد باتجاه الأراضي المصرية. هناك يعني توقعات بأن يتشكل منخفض جوي شبه خماسيني كمنخفض جوي مبكر لهذا العام، ويندمج مع ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر. تلاقي ذلك أيضا يؤدي لاندفاع كتلة هوائية ساخنة ودافئة باتجاه مناطق بلاد الشام قادمة من الجزيرة العربية، وعلى الجانب الآخر يكون هناك تدفق لكتلة هوائية باردة من الأراضي الأوروبية باتجاه الأراضي المصرية. هذه الوضعية الجوية ومع تحرك هذا المنخفض الجوي نحو الشمال باتجاه منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، سيحدث ما يسمى بتلاقي للكتل الهوائية ما بين الباردة والساخنة، وسيعمل على نشوء حالة قوية جدا من عدم الاستقرار الجوي في مناطق مختلفة من بلاد الشام. طبعا هذه الوضعية الجوية بالعادة تكون مصحوبة بأمطار شديدة وغزيرة ومع حدوث عواصف رعدية، وهي لم تحدث في مناطق بلاد الشام منذ تقريبا فترة طويلة زمنيا ونسبيا، ولكن بالرغم من ذلك ما زالت الفترة بعيدة وتتم المراقبة، وهناك تغييرات متوقعة على الحالة الجوية. ولكن إذا استعرضنا مثلا ما هي الأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس على سبيل المثال، فمن المتوقع أن تكون هناك نشاط كبير في سرعة الرياح، والأجواء تكون أقرب منها للخماسينية المغبرة
الجافة في المناطق الشمالية الوسطى والشرقية من المملكة. درجة الحرارة تقريبا في العاصمة عمان ترتفع إلى 21 درجة مئوية، إلا أنها تقريبا تتجاوز 27 درجة مئوية في مدينة ومنطقة أرويش. لكن على الجانب الآخر نلاحظ أن المناطق الجنوبية من المملكة من المتوقع أن تتعرض لأحوال جوية غير مستقرة تكون على شكل أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق، بما في ذلك منطقة خليج العقبة، وتكون هناك فرصة مواتية ومهيئة لتشكل السيول في تلك المناطق وحدوث السيول نتيجة غزارة الأمطار الرعدية المحتملة خاصة مع ساعات مساء يوم الخميس المقبل. إذا انتقلنا إلى نهار يوم الجمعة فيتوقع انتشار وامتداد حالة الاستقرار الجوي إلى أغلب ومختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار رعدية غزيرة في أغلب المناطق مع انخفاض كبير متوقع على درجات الحرارة وانقلاب على الأجواء، ولا يستبعد حقيقة تشكل السيول في أجزاء واسعة ومختلفة من المملكة. لا يمكن الإعطاء المزيد من التفاصيل حتى أن نتمكن من إعطاء التفاصيل، تبقى هذه التفاصيل دقيقة وغير دقيقة، ويجب متابعة الأحوال الجوية قبيل حدوثها بحوالي 72 ساعة. ما هو واضح حتى اللحظة بأن هناك حالة جوية ومنخفض جوي أشبه بالخماسيني يندمج مع منخفض البحر الأحمر يؤدي إلى تشكل ما يسمى بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على مناطق بلاد الشام مما فيها المملكة نهاية الأسبوع المقبل، وبالتالي هو تكرار لما حدث عليه الأمر خلال هذا الأسبوع المنصرم بأننا تحدثنا عن أجواء ربيعية ثم انقلبت كما لاحظنا يوم أمس الجمعة إلى أجواء باردة وممطرة. هذا الأمر متكرر مرة أخرى هذا الأسبوع، استقرار في معظم أيام هذا الأسبوع، لكن يتبع مع نهاية الأسبوع المقبل حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي تقلبات كبيرة على الأحوال الجوية متوقع مع نهاية هذا الأسبوع. أيضا من الواضح لدينا في طقس العرب بأن النصف الثاني من شهر آذار قد يتميز بالطابع الشتوي الأبرد بعكس ما الناس تعتقد بأن هناك ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة. يمكنكم زيارة الموقع وتحميل التطبيق ومشاهدة النشرة الشهرية بالتفصيل لما ستحمله بمشيئة الله تعالى توقعاتنا الجوية لبقية هذا الشهر. هذا كل ما كل لدينا بالنسبة لهذا الأسبوع، أتمنى لكم أسبوع خير ومبارك وجميل لكم. كان معكم محمد الشاكر من طقس العرب، إلى اللقاء.